Les émotions sont en harmonie avec la nature. Elles vous transportent, vous sublient, vous émerveillent et vous font rêver. Elles gravent dans votre mémoire des paysages inoubliables. De réels moments de bonheur à partager, en famille ou entre amis. Le groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme vous emmène dans des lieux exceptionnels, chaleureux et accueillants. Des destinations côtières, revisitées, chargées de senteurs et de parfums d'été. Au bout du voyage, des moments de détente assurés. Des plages équipées, des animations pour enfants et des activités sportives. Avec le groupe HTT, prenez le temps de faire une pause et remplissez vos yeux de la beauté qui vous entoure. Profitez de l'été avec le groupe HTT. جامي نحفظها وتفاصون لو كان تسمعوا صوتي تقولوا ساعدك يا طرش بابنا وين ما كنتوا مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج الجزائر يا بيج. على بالك نبعدوا عليكم 24 ساعة توحشونا ممكن توحشوكم. مساء الخير يوسف. مساء الخير نسرين. مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام. تعاون بين مجمع فندق السياحة وحمامات معدنية وقناة الجزائرية وان أثمر برنامج الجزائرية بيج والتعاون بين فريق العمل أثمر هذا النجاح. مساء الخير عليكم مرة أخرى ديركتوم. نبدأ برنامجنا بأول ضيفة مختصة في الجمال. بون هي نسرين اللي كانت حابة تقدمها باسكو خاطيني شوية دومان مي قلت نسي على وعسى نقدر. راهي حاضرة معنا جون انفلونسوز معروفة بزاف على موقع التواصل الاجتماعي بالخلطات الطبيعية وزيدي نسرين يلا درت لهم سوسماس ما درت لي سوسماس. حاضرة معنا هاجر بوعتورة. مساء الخير هاجر. مرحبا بك. سافا لاباس الله يسلمك ميرسي. نقولوا لك هاجر ولا نقولوا لك جو بيوتي ولا فهمينا كيما حبيتي ولا صاحبة الخلطات ولا نو هاجر ساحرة الخلطات. هاجر اسمي نورمال وشغل لي ريزو جو تخيم. مرحبا بك هاجر. الله يسلمك ميرسي. سافا لاباس سافا الحمد لله سافا سخانة. عجبك شوية البلاطو؟ اكيد فرحانه كي راكي معنا دونك اليوم راح نعصروك وحتى المشاهدين راح يعصروك باش يعرفوا بزاف حوايج منك يديروا الخلطات الساحره تاعك الا حبيتوا تطبقوهم ولا انا ما طبقش. وعلاش ما طبق وما نقول لكم وعلاش مقبله قصيتها عطات لي حوايج بيزار ما على باليش الا سييتي ولا لا سييت الخلطات ديالي سييت حاجه برك يعني نخدم عليها صلحتها هذيك هي دونك نبداو معك صح نبداو ديريكتومون بالك يوسف بالصيف دونك دوكا البنات ولا الاولاد البحر لابيسين الكلور الملح الشمس واش نقدروا نديروا نبدا بالحاجه انا كيما انتيغيس لو بلوس سامحوني ما على بالي بليك ميم نتوما با فوز انتيغيسي شعرنا واش نديروا شعرنا في الشمس والبحر شعر لازم تحميه سورتو دوكا ديك الشمس والبحر على بالنا كامل بلي هذه الحاجه اللي الابيم شعرنا تفسد بزاف شعرنا سيك دو بريفيرونس لازم ديري دي ماسك ناتورال اكزاكتو هذا الشيء اللي يميزك انت تخدمي بالناتورال وي بارابور على دوتر انفلونسوز جو بريفير نستعمل لي برودوي ناتورال كو دي برودوي كيميك صح بالك لو كان تمدينا باردون يوسف لو كان تمدينا اون بتيت ريسيت اون بتيت ريسيت هكذايا باغ اكزومبل كي تولي من البحر في الليل قبل ما تغسلي شعرك ان ماسك ناتورال خلطه طبيعيه ديريها باش تسقمي شعرك انا نقول لك نسرين زيت الزيتون شويه بصل كيف لك حل شويه بيضه ديريه في الكحل ديك فيها كسبت علينا كملي ما نضملكش كيفاش ينوض شعرك لا هو يديرها سك شعر وشباب لا 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 صافا يا ودي لك مسخر بينا كاش منعك كيغاتين جامي دلا في يلا هاجر تفضلي كي تدخلي من البحر دو بريفيرونس ديري دي زويل يكون ديري الويل
الويل دامندوس والويل دو غيسان ديريها. لا شوز اللي بالك ما انايا وحده من البنات كنت نديرها ونغلط بها ولا نشوفها شوغ لي ريزو سوسيو يقول لك كي ديري ان بان دويل تباتي به. نو الزيت هذاك لو برودوي عنده مده محدده وين يبقى يفيدك وما يعطيك او كونترير قد ما تزيد يجي يقول لك اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى الضيق صافي يزيد ياثر عليك سك دو بريفيرونس اون اور ماكسيموم دو زور قبل ما بورتون هاجر بالك نقولوا ان برودوي ناتوريل ميم ولا ما يفيدكش ما راحش يضرك انت دوكا راك تقولي لنا الزيت دوك نقول لك كيما بكري كانوا دائما يستعملوا زيت الزيتون. زيت الزيتون هو صح يفيدك يسقم لك شعرك كيتو مي من بعدك لا فات في تيبيه اون اور دو اور يولي توكسيك صافي يولي يحرق لك شعرك افورس ديريه بون كي ديريه اون فوا بار سيمين ما راحش يضرك زعما وبتيبيها مي اذا عاودتيها بليزيوغ فوا راح تلقاي بلي شعرك ما راهوش يتسقم لك اون بيريود اون فايس. انا اللي سييتهم دي فوا وين كنت ندير كنت نشوف انا تانيك سوغ لي ريزو ونلقى بلي يقول لك تباتي به وبتبيه لي 15 جوغ الاولين يتسقم شعري وما يعطيك يعاود دوك فهمت علاش ماهوش يدير لي في شعري صافي ما لازمش تطولي بها ماكسيموم 1 اور ا 2 اور سي هاور ديري بالخبر. اسكو دير هذه قبل ما تروح للبحر ولا نو؟ لا لا ابخي بعد ما تخرج من البحر بعد ما تولي من البحر. ولابو لابو ديالك بون ايفيتي قبل ما تروحي للبحر ديري ني ماسك ني ان غوماج ديري علاش باسكو كي تنقي لابو تاعك صافي تكون بزاف عرضه للشمس وتنحرقي بالخف ياك سيك لي غوماج ايفيتي ماش ديغي ماشي لو ماكسيموم مي بالك اون فوا في لي 15 جو ديري ان غوماج و سينو لي ماسك تقدري ديريهم اون فوا بار سيمين. صح جار حنا ماذا بينا دوك نعرفوا بون دوك رانا نشوفوا بزاف اليوتيوبرز يديروا دي فيديو هكذايا تاع الجمال وتاع الموضه بصح يبرن دي مارك ويحكوا عليهم. انت وعلاش اتجهتي نحو الخلطات الطبيعيه وعلاش ما تخدميش كامل مع لي مارك؟ بون علاش اتجهت للخلطات الطبيعيه باسكو ما عندناش ديجا كي نروحوا ندخلوا سوغ يوتيوب لا بليبار تاع لي انفلونسوز ولا لي يوتيوبرز يستعملوا غير لي برودوي كوزميتيك اللي نشروهم من عند الماغازان. الوغ انا حبيت نجيب اون ايدي جديده ندخلها سوغ لي ريزو سوسيو وين نعود ندير انايا لي سوان ديالي بدي دي تروك فريمون ناتوريل اللي تقدر اي طفله تستعملهم في الدار. صح هاجر اسكو راكي تشوفي اليوم باللي بون سي اون كيسيون شويه ديريكت اون فادير اوكي بالك لي فيديو بوتي هذوما اللي راهم يديروهم لي يوتيوبرز اسكو تشوفي بليك عنايه بالبشره ونصائح ولا سي جوست بزنسه في الجمال اون فادير سا كوم سا؟ je dirais كاين وكاين كاين دي انفلونسوز اللي تقدري تستفادي منهم وكاين دي يوتيوبرز اللي مصداقيتهم راحت يعني با مال دو دوتر يوتيوبرز وين انا استعمل دي برودوي وين تلقايهم نو سي لو توتالمون لو كونترير واش راهي تقول. سيرت على بالي بلي كل وحده ولابو ديالها ودوك نقدروا نشرو ان برودوي من ماغازان واحد لو ميم انا وانتيا وانا يخرج عليا وانت ما يخرج عليك ولا لو كونترير هذه حاجه مفروغ منها هذه نعرفوها مي كي تسي شغل كي تشوفي من بعد تروحي تشوفي سوغ لي ريزو تلقاي ماشي غير انت اللي ما خرجتش عليك هنا تعرفي باللي المصداقيه تاع هذيك الانفلونسوز هي بدات تنقص سك تو ريسك ما توليش ديري فيها كونفيونس وتسمى بالك هذا الامر راجع للسبونسورينغ اللي راهم يديروه بعد لي مارك مع لي يوتيوبرز ستادير كو يبعثوا لهم مواد وبالك هذيك البروباغندا نسرين اللي راهم يديروها فوالا صح وبالك هذيك لا يوتيوبرز ميم لو كان هي ما تكونش كونفينكو من هذاك البرودوي وما يعجبهاش تقول لكم ديروه فوالا تقول لكم ديروه جوست باسكو الي بايي ولا انت اللي فهمينا حنا اون سي با كومون سا سباس انت يوتيوبرز فهمينا كومون سا سباس بون انا جينيرالمون لي ماركي كونتاكتيني سوا لا قلت له انا بون لي مارك اللي خدمت معاهم انايا كنت انا نقولوا بلي انا جو تيست لو برودوي بوندون ان موا بون سارت كي يلحقني لو برودوي هذاك راح نهضر عليه سوغ لي ريزو ونقول لهم بلي فوالا جو روسو هاد لو برودوي من لا بوتيك فلانيه ولا من لا مارك ديريكتومون ومن بعد نقول لهم ديسي ان موا نعاود نولي ليكم بون نبدا ب 15 جور ومن بعد ان موا سي كيكون الخلاصه تاعي شغل النتيجه شكون نعطي لهم هذيك الحاجه تكون فريمون 100% يعني اقتنعتي بها اقتنعت بها الا ما زدتش عاود تولي تهدرت عليها كامل على بالهم باللي تسمى هذيك الحاجه ما خرجتش عليا ما عجبتكش ما نهدرش عليها كاريمون. صح منين تجيبي انت هذه الخلاطه الطبيعيه منين راكي اسكو تختارعيهم انت من راسك ولا كاين اللي مدهم لك ماما وماني بون في الدار بوكو بلوس في الدار
que soit maman ou la khwalati, هما يستعملوا ديجا انا كبرت وهما يستعملوا بوكو بليس دي برودوي ناتورال كو دي برودوي كوزميتيك. واش تستعملي بزاف تاع الشعر ولا تاع الوجه؟ انا الوجه بزاف، هذا كلشي يبان فيا. دايوغ لا بوطه مانيفيك ما شاء الله يوسف. ربي يعيشك. صح نسقسيك من داك نشوف لك لي فيديو في اليوتيوب ولا انستغرام ولا سناب شات، نلقاك بزاف عندك لي برودوي هذوك الشيء كاع، واش ديري به؟ نخبي ليموت سي موت يوسف باين باللي كاجور يضل يتبع. نو لي موت بيان سور، هي اللي اجور تنزل كل خمس دقائق تنزل لك فيديو خلطه جديده تست جديد، هذاك الشيء كاع ما ياثرش على البشره تاعك كل يوم حاجه جديده؟ صح ماشي كل يوم بعدك يوسف، لا لا مين داك ولا واقي مين دخل لك حاجه جديده؟ شوف بالجمعه سيغمون خلاص بالجمعه، هذاك هو النهار اللي نعتني به بالبشره تاعي باسكو هذاك هو لو جور ديالي اللي ما نخدمش فيه، كاني قاعده في الدار. جوستومون هاجر وشنو هي لا فريكونس اللي نقدروا نديروا فيها هاد لي برودوي ولا هاد المواد؟ هاي الكاميرا هنايا مدي لهم نصائح ديريكتومون ولا فريكونس يعني خطره في السمانه زوج خطرات في السمانه، وشنو هي الحاجه اللي نقدروا نديروها كل يوم الحاجه اللي نتفاداوها؟ راملي هاملك البنات جوست الوغ انايا لو كونسيل نقوله لكم تقدروا ديروا لي سوان ديالكم دو بريفيرونس ديروهم نهار ما تكونوش خارجين، ما تخرجوش برا سورتو دوكا تيك في الصيف ايتو، ايفيتي الشمس ديجا الشمس حنا راهي تك لنا ايتو سيك اون فوا بار سيمين ديروا لي ماسك تاعكم والكوماج العنايه تاعكم، ما تنساوش كل يوم قبل ما تخرجوا الصباح كي تروحوا تخدموا ولا كو خارجين ليكرون توتال ديالكم باش ما يجوكمش لي تاش نوار هذوك، وهذا ما كان سي تو. يلفو با ابيوزي سورتو في لي كوماج باسكو افورس كو تابيوزي والحاجه هذيك تهلت لكم البشره ديالكم. صح انا حاب نفهم شنو هو الحاج الحوايج بالتحديد اللي لازم يتفاداوهم قبل ما يخرجوا في اليوم في فتره تاع الصيف هذه في لابيريود تاع الصيف، الصيف الشمس بزاف تاثر دوكا قويه بون ما يخرجوش بلا ما يديروا اون كريم ايكرون توتال هذه مفروغ منها، لازم يديروها ايفيتيو قلت لهم ايفيتيو لي برودوي يكونوا فيهم زعما دوكا تيك دي برودوي اكليرسيسونت زعما اون كريم اكليرسيسونت ايفيتي تروح ديرها وتخرج برا باسكو في العود اللي تفيدها راه تزيد تهلكها، هذا ما كان بالك هاجر اون كريم اكليرسيسونت اون ليفي تو كور ماشي اون ليفي غير قبل ما نخرجوا خاطر شفنا ما ديرهاش كامل في الصيف دو بريفيرونس ديرها في الليل. لا نو تقدر في النهار باسكو من بعد تتغطى لها جوستومون خاطر شفنا بون انا تبعت هكا روبورتاجات ودراسات على نساء كبار يعني داروا دي كريم اكليرسيسون دونك واحد لا جون فام كان في عمرها واحد 38 سنه وقالت لك انا الاج دو 16 بديت ندير هي الي نوار دو بو قالت لك بديت ندير اون كريم باش يعني نفتح البشره ديالي ودوك فوالا في 38 سنه ولاو يخرجوا لها دي زاليرجي اكسيتيرا بعد سنوات وسنوات من الاستعمال. انت واش تعلقي على الامور هذوما؟ هذه اوكين ايدي باسكو دوك نقول لك حاجه تو ديبون هي واش استعملت ولا كيفاش استعملتها ولا هذه ما نقدرش انا نعرف باسكو دو انا مش لو ريبورتاج سك نروح نحوس عليه في يوتيوب ونستفاد هي خلاص باش انا نستفاد منه اون ميم طون بالك نستفاد ونعطي لهم انايا نصائح واش ثاني فاصون بالك من هذا المنبر نقدروا نقولوا للبنات بو امبورت لون البشره تاعكم ولا بو امبورت نوع الشعر تاعكم ولا لازم ديجا قبل ما نديروا هاد المواد نتقبلوا روحنا وكل مراه ولا كل فتاه جميله بطبيعتها. لا 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 ومع في الفقره الجايه نخرج فيها. صح نسقسيك هاجر كاينه وحده في الانستغرام بعثت لي ميساج كي سمعت باللي راكي جايه قالت اسمها اميره احلام قالت لي قول لها ولا كتقدر تعطينا خلطه تاع لونتي سيرن اسكو كاينه خلطه طبيعيه ديروها لونتي سيرن باش يتنحاو لها لي سيرن بون باش نحيو لي سيرن تاعنا ما كانش كاين ماشي غير خلطه ماشي زوج ياك حاجه وحده ايفيكاس حاجه وحده ايفيكاس لي ساشي هذاك لي ساشي تاع تي انفيوزيون تاع لاتاي هذاك كي تشرب لاتاي ديالها تحطها تحط ترفدها تحطها في الكونجيلاتور هذه الحاجه ماش ما تسقام لها لا دراهم لا وقت لا والو تحطها في الكونجيلاتور دير تقعد لا جورني حتى انت بس لها بوندون 2 اور 4 اور هكاك تستعملها تحطها تحت لي سان ديالها دو 10 ا 15 مينوت تروح تشلل بالداوم عليها كل يوم ديرها راح ينقصوا لي سان تاعها وفي الليل قبل ما ترقد دير فيتامين او اللي تلقاها تبع عند لي فارماسيان تستعملها ودير دي موفمون سيركولار في لي سان ديالها وتلقى ريزولتا ان شاء الله. هاجر قبل ما نختموا الفقره نعاود نولي المقارنه مع لي زوتر يوتيوب على بالي ما تحبوش كي نديروا لكم هكذايا مي لازم الجزائر يا بيج لازم تفوي شويه هكا في الاعماق.
اسكو تشوفي بلي لو فات اللي انت تستعملي مواد طبيعيه، خلينا نقولوا بلي راهم في متناول الجميع، je parle de finance بالك يعوض لو مونك تاع لي زوتر يوتيوبرز اللي يروحوا مواد بالك وماركات يكونوا شويه غاليين على البنات، خلينا نقولوا الحقيقه بزاف غاليين بزاف وي بزاف. اسكو يقولوا رخيص ماشي مليح صح؟ لا لا بصح رخيص كيكون طبيعي مليح. انا قلت طبيعي ما قلتش رخيص. نهضر على المواد الاخرى ماشي لي برودوي شيميك. برودوي شيميك بون انا نيفيتي لي برودوي شيميك باسكو ما نقدروش نعرفوهم ميم كيكونوا مكتوبين. بون سيغت يا دي مارك اللي ما نقدروش نناقشوا فيهم، مي بصح ما تقدرش تعرف هو التركيبه تاعها تاع الصح. ماناش نخدم مانيش شيميك باش نعرف اكزاكتومون سيك جي فيت كامل لي برودوي شيميك بريفير دي برودوي ناتوريل. ممكن نقراو ما نفهموش، يكتبوا لك الاسم تاع البرودوي بصح كيما قلتي اون با دي شيميست، ما تقدريش تعرف هذاك البرودوي وشنو. سي ترو كومبليكي هذيك نسمعها بزاف بيفي دي سغيي لاغيف هذيك في الياورت هذيك تاع الاستوما والياورت يديروا في الوجه. لا 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 يديروا الحليب وفي الشعر، يديروا ياوغت في الشعر ناتوريل. واش يستعملوه؟ يستعملوه باش يرطب لك وباش ما يتحل هذاك النفخ. صحه معليش النفخ في الشعر ولا في الكرش ولا يوسف ولا المقبل كنت نهضر معاك قلت له ما نقدرش نخليها تروح قبل ما تمد لي نصيحه شخصيه يعني ليا. بس على بالي كامل البنات اللي داروا ديكا كيما انا كلوهم يديهم وراحوا داروا ديكا في شعرهم، يرحم مالديكم ما تيوشوا ما يرحم مالديكم. شوفوا سي الفيكو، شوفوا كش كنت في الجزائر يا شو شوفوا كش راني دوك. شوف فوالا سي بور سا هذا مصباح ويت مسخر بيا على شعري فوالا الكود هذا بيناتنا. دونك اعطيها نصائح اللي دير لي طفله اللي دارت دونك اون تانتور وفسد لها شعرها وكان هنا وقطعاته ولا لهنا، كيفاش دير باش يعاود يتسقم كيما حالتي باش يعاود يتسقم ويعاود يطوال ويولي كيما في الجزائر يا شو. زيت زيتون خلاص داكو انا نعطي لك اون كيراتين ناتوريل اللي راح تسقم لك. هذا واش عرفت تحفظ غير زيت زيتون. الفا بيزي شعرك ويتسقم لك بالطوله حكمي من بانان. بون وإذا كان الوحدة بون اللي راح يسمعونا وإذا كان شعرها طويل راح تدوب لي برك لا دوز اللي راح نعطيها لك. صافي حكمي من بانان ان جون دوف وشي هذوك لي بوتاي تاع الويل دو كوكو يتباعوا عند لي بير الاعشاب ايتو، هذيك ديري اون دومي بوتاي من الويل دو كوكو ودو كويير ا سوب تاع زيت زيتون. انا لحقنا زيت زيتون من عندك مضمانه من عندي انا نديرها على بالي وين تسكني. ارواحي مرحبا بي. سك ديريها في الميكسر خلطيها بيان ومن بعد تك ابليكيها كيما تابليكي لا كولور تري بيان. خليها غطي شعرك ديري ان ساشي قعدي نقدروا بجو سيلوفان ولا باش نقدروا دو بريفيرونس دو سيلوفان ومن بعد ديري ان ساشي وقعدي بها اون ا دوزا. هاد المواد كاع نقدروا نصيبوهم في الدار ابار لويل دو كوكو. نقولوا للبنات بلي عند مول الاعشاب الكوت 20000 200 دينار عند بالك يبيعوا لكم 30 ولا غير 200 دينار بارتو. يلا هاجر كلمه اخيره. ميرسي نشكركم بزاف على الانفيتاسيون وشكرا يوسف يعطيك الصحه وسام في بليزير اللي عاودنا تلاقينا اليوم زيت الزيتون مع زيت الزيتون من شتو برومي غير نعطي لك خلطه غير تخض قايتك ها مش هاد ما زيدش قاعد نتبعك هذا تعدينا قبل ما تروحي بلي تعاودي تولي لنا وتجيبي لنا حوايج جدد ان شاء الله المره الجايه نجيو نابليكيون فيك نتايا لا تقبل هذيك الطوماطيش تاع مقبي خلاص طوماطيش تاع مقبي ندوه البحر. يعطيك الصحه هاجر اللي كنت حاضر معنا. ننسرين دوكا مشاهدينا الكرام مازلنا قاعدين معاكم فاصل غنائي قصير وراجعين. على الجزائر يا بيت شراي ولاد جيسبيغ ما طولناش عليكم يوسف بدون اطاله شكون حاضرين معنا؟ راهم حاضرين معنا مشاهدينا الكرام ضيفين شابين هايلين راح يديروا الامبيونس اليوم. اليوم الجزائر يا بيت راح تقلب هكذا. راهو حاضر معنا حسن من جروب كاميليون مرحبا بك. شابين باسكو داروا الخلطات تاع جو بيوتي مرحبا بك الله يسلمك. وراهو حاضر ثاني معنا نسيم بالهادي. شكرا للاستضافه شكرا لكم انتم ثاني هذه الاستضافه وميرسي بوكو. نسيم راك اون مود بحال راك بلو في البلو
راك اسورتي مع اسم الحصه. جستمون شفت البلاطو تاعكم عجبتني الحطه، شفت هذه هي لاكولار اللي جبت لي قبل. صانو في ان بليزير كي راك تشوف فينا، احسن انك تشوف فينا ولا لا؟ لا بصراحه شويه من ذاك شويه تخلص دوبل ضريبه على بالك شويه ولا بزاف كباب ما تخلصش الضريبه نورمال. واو دونك نحكي شويه على مسيرتكم الفنيه. حسن نبدا معك انت، يحكينا شويه على مسيرتك الفنيه، كيفاش بديت وين راك واصل دوكا؟ بدينا با جروب كاميليون، بدينا نقولوا 2009، مي لا لو ديبي ديالنا كيما نقولوا اوفيسيال سيتي اون 2011 مع لا سورتي تاع بروميير البوم ديالنا اللي دار حاله. وي الحمد لله ستان البوم اللي الناس عرفنا به، ستان ستيل اللي نقولوا درنا ستيل اوريجينال، ونفع حاجه اللي تمثلنا اكزاكتومون. الناس انكور جاتنا في هذاك لو شومان اي فوالا. بالك هذاك هو الشيء اللي خلاكم تنجحوا؟ لا لا البصمه تاعكم وغناء جديد ستيل جديد نزلتوه للاسواق. يمكن يمكن نجاح جو سي با، نجاح عنده ما عندوش قاعده وحده ولا، مي لوبجيكتيف ديالنا سيتي دو كري اون ميوزيك كي نو ريبريزونت. محسن وعلاش خممتوا باش ديروا ان جروب دونك لو جروب كاميليون في وقت وين ولا بالك الفنان يحب يتلونس دون دي كارير اون سولو، والفنان يقول بالك نفسي نفسي داير؟ انا نشوفوا بزاف دي جروب راهم يتسيباراو بور فير دي كارير سولو. بون في لا ميوزيك كاين جروب، كاين شونتور، كاين يقدر يكون باتور شونتور او ميم طون، دونك هادي جو بونس تجي تجيب كيما نقولوا بعفويه، ماهيش حاجه مدروسه دافونس ولا حاجه اللي تخملها من قبل، مي بعفويه. سيتي سا لو جروب كاميليون فورما هكا دون فاسون سبونتاني. سيتي انا وحسين خويا لي فونداتور دو جروب، حسين والحسين. حسين والحسين اون اي دي جومو دايور اكزاكتومون، لازم نقولوها هذه. فوالا دونك نلعبوا موسيقى مع بعض توجور هو في لو ريتم انا في لو دايور في دو لا باتري. فوالا c'est le batteur du groupe. Et donc c'était ça, c'est on était tous les deux à faire pardon واش دا الصوت وقال كنت تغني قبل ما تجي. لا لا هذاك ماشي خديش غني لي هذاك صح دونك نجيب له زيت الزيتون تاع جوا بيوتي غير ما كاش الهربه. واو واو دوزيام قلت لك فوالا سيتي سا، بدينا مع بعض نساموز نلعبوا موسيقى سيتي سا، بدينا دونك جروب كاميليون دو. ومن بعد نزلنا دي اسمكم معروف في الساحه الفنيه. نروح شويه لنسيم الهادي ويحكي لنا على مسيرته الفنيه لانه غائب شويه مؤخرا. مؤخرا نعم. بون نبدا لكم باختصار النبذه تاعي. نسيم بالهادي تربيت في فلاميزيو كولتور تاع باتنا مع جمعيه المالوف اندلس، ومن بعد رحت للجمعيه تاع المستقبل اللي فيها تخدم كل المنوعات، اللي من خلالها خرجت شويه من القوقعه تاع لي جروب اكوستيك، حاولنا نخدموا دي شويه الريتم شويه، خرجت شويه من المالوف الثقيل رحت للمالوف الخفيف، وحبينا من المالوف هذاك اللي درناه ان باز، درناه قاعده، درناه اساس اللي هو تراث تاع بلادنا، حاولنا اننا نزيدو نديرو حوايج تاعنا حنا نكريوهم من بصح من خلال هذيك لا باز تاعنا تاع المالوف. خرجت البوم عنده عامين دركا اللي فيه تسعه تاع دي شونسون تراث، وعندي زوج جدد اللي بالك دوك تسمعهم ظلموني ظلام ويا الراي التالف، اللي ريتميك باسكو الاذن دركا عاد تسمع بزاف الريتم. حاولنا اننا نديرو ماشي نقول لك نكريو ان ستيل، مي نديرو ان ستيل اللي ماشي زعما موضوع كموضوع مفهوم واضح اللي تقدر كي تسمع لا شونسون تفهمها، و ميم طون مبازي على قواعد تاع مالوف تاع التراث تاع بلادنا. لازم قبل ما نروحوا قبل ما نروحوا نسمعوا جوستومون هاد لي شونسون نامبورتيو شويه لومبيونس بلاطو الجزائريه بيتش. عاده ما نقارنوا بين خلينا نقول الممثل بالك اللي دار المسرح ولا الممثل اللي جا ديريكتومون التلفزيون، بصح جامي ما نقارنوا بين المغني اللي اتجه ديريكتومون على السين ولا التسجيلات والمغني اللي دار المدارس والجمعيات الغنائيه كما راك تحكي لنا نتايا على التكوين ديالك. وشنو هو الفرق بالك ما محسن يقدر يجاوب على هذا السؤال، الفرق بين الفنان او الموسيقي المغني اللي دار تكوين ولي اتجه ديريكتومون سبونتانيمون بدون تكوين؟ نبداو معاك ومن بعد نجوزو الحسن. حبيت اون ميم طون بعدا نقولوا باللي نبعثوا ميساج الناس اللي فوالا اكزاكتومون. بون هي شوفي هي ما كانش قد فنان
يترعرع مع جمعيات، يترعرع مع فنانين، سيرتو بيان كيعودوا فنانين عندهم خبره بيان سور، خبره ناس كبار كما جماعه تاعنا تاع المالوف، كما جماعه تاعنا تاع المستقبل، ناس كبار اللي تقدري تهزي عليهم. ما كانش قد جمعيات اللي تخدمي معاهم في النوبات، تخدمي معاهم جماعات اغاني جماعيه عفوا، اللي من خلالها توالفي لاسان، توالفي امور، تتعلمي لا بريزونطاسيون سور سان، تتعلمي امور بزاف اللي باش كي تتفرعي وحدك من بعد تقدري الفرق ما بينها وبين اللي تكون واللي ما تكونش، اللي تكون واللي ما تكونش، انه اللي تكون يلقى تسهيلات اوتوماتيكمون، راح يلقى عنده ديجا هز خبره بارابور اللي ما تكونش، بارابور اللي ما تكونش ما عندوش فكرات، مام شاف كيما نقولوا في لا تيليفزيون، بالك شاف دي شونتور هكا سمع ذاك، بصح ما كانش قد كيما نقولوا يشوف كيما الشونتور اللي تربى في وسط الجمعيات، يعني عاش الوضعيه وشاف المس الموسيقى من كل الجوانب. رايك احسن ربما مخالف ولا تشاطروا الراي؟ هما جينيرالمون على كي يقعدوا في هاد لي دو شاز يكون راي متخالف. متخالف لا لا باس انكور، انفان هي باش كيما نقولوا تكون عندك مدرسة وتتعلم حوايج، هذه سي حاجة اسونسيال في نيبورت كال دومين، صح في لا ميوزيك ولا في التمثيل ولا في، لازم تكون عندك كيما نقولوا الموسيقى اللي نديرها، صح نديرها ما فاصون، نديرها بلو ستيل تاعي، ندير ما توش بيرسونيل، ما نسيش نيميتي ولا تكون موسيقى ديالي تشبه الفلان ولا نو، سي ندير حاجة كيما ريبريزونت. مي في la formation ديالي كيفاش تعلمت الموسيقى، سي غراس او الشيوخ اللي سمعتهم، غراس العنقة، الباجي، كمال مسعودي الله يرحمه، بوجمال عنقيس، ما تخلاش لا ليست، احمد وهبي بلاوي، الفن الجزائري عمالقة ولا خالد ولا جو دير الفن الجزائري الاصيل، وال ونخلطها مع تاني مع لا ميوزيك اوكسيدونتال ولا اوريونتال، استادير نسمعهم نفهم كيفاش يخدموا كيفاش، دونك نرد بالي لواش يديروا حوايج، مي او ميم طون ما نسيش نيميتي، ما نحبش نيميتي، مي باش نقول لك شغل ما انا ليا هادو مدرسه، دونك ما نقول لك نو انا خرجت وحدي ما تعلمت من حتى واحد، هذه محال جو بونس اللي يقدر يقولها بور ما يكذب، باسكو سي باسكو ما تقدرش على باليش. الناس اللي سمعتهم من صغري تعلمت شغل عرفت منهم وتربيت بلا ميوزيك ديالهم، ممكن ندير حاجه كيما ريبريزونت انا جو سي بلي عندهم ميريت فوش درت عندهم لاتوش ديالهم والاثر ديالهم في خدمتك. ناسي واش رايك تسمعنا شويه داك الصوت هذا بيا لامبيونس وحده مالوف خيفا تفضل. طلبي يديا مريض ثاني من عينك حلا سودك ويا، مريض ثاني من عينك حلا سودك ويا، كفر حالي على طيبك وجهم ولي، حتى منامي ما يا حلالي عزي وفراشي ويرك قوية، طالبي يدي مريض ثاني من عينك حلا سودك ويا. شكرا ما شاء الله ما شاء الله صوت جميل، يعني حاب نعرف نسان شوية ما رقدتش مليل معليش معليش، صوت الشباب ما شاء الله، وأكيد حتى المستمعين راهم يستمتعوا معنا بصوتك نسيم. حبيت نسقسيكم برك، نشوفوا فنانين بزاف يغنيوا ستيل يعني مختلف الطبوع، أنت وش الطبع اللي تغنيه أنت اللي متخصص فيه؟ جوستومون كنت نحكي لك دركا، قلت لك أنا تربيت في المالوف، مي حبيت أنني أن باسكو دركا عادت الأذن تسمع بزاف الريتم، تسمع الريتم، حافظنا على المالوف، دونك كنت سمعت السي دي تاع الالبوم تاعي تلقى فيه شويه تراث، وتلقى كيما كان يقول اخي كان يقول لك باللي نسمعوا لوكسيدونتال، كل موسيقى نعتبروها ايكول، قادر بالك شويه نهزوا من لوكسيدونتال، قادر نديروا دونك انت تغني مختلف طبع، مازال ما لقيتش الطبع اللي لا 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 عندي الطبع تاعي. وشنو هو الطبع اللي تغني؟ تاعي انا مالوف مودرن مي بطابع خاص لي انا،
انا ما نقدرش نقول لك طابع تاع فنان فلاني ولا طابع الاسم الفلاني. ما حبيتش تنسبوا لفنان معين لانه طابع شامل. انا نحب الجزائري ما عندوش يعني مولاه ولا ما عندوش. لا احنا شوف دوك نفهم لك. شوف باختصار احنا كجزائريين احنا رانا عندنا طاقات. كمل لك في الموضوع اللي كنا نحكيو فيه. قلت لك احنا عندنا طاقات. انا نقول لك بالك كاين 50% اللي كنا نحكيو عليها لي زونغاجمون اللي لازم يديرهم الفنان في اي فنان في اي ميدان. سما بعدا كاين كيما كنا نحكيو كاين جمعيات كاين من بعد باش تقدر كي تتربى في هذاك الجو تقدر تحاول من بعد كي تخرج من هذيك القوقعة تاع المجموعه تولي تحاول انك تبدع. كون ما نبدعوش تسمى ما درنا والو. تسمى شغل نبقاو غير فرد لي ستيل. لازم اي فنان يخير شونتور ولا يخير ستيل يمشي بيان سور مي لازم يكون يغني كل الطبوع هكذا باش يرضي كل المستمعين. ما يبقاش في كيما نقولوا في فرد ستيل اللي تسمى اللي يحاول انه يزيد في هذاك الستيل. بصح نسيم كيفاش ولا حسن كيفاش يقدر الفنان يغني بالك ان ستيل اللي خلينا نقولوا بون اون بو با جينيراليزي ما نحكوش على الناس كامل ولكن ما يتماشاش مع الاذواق تاع الجيل الجديد. وهنا نحكي على الشعبي على المالوف على هذا جوستمون. احنا دوكا احنا رانا واش رانا نديرو كيما لا شونسون تاع ظلموني ظلام هي جور كون تعاودي ترقدي لا شونسون تعاودي تهبطي لها في الريتم تبان شعبي. بصح كون تسمعوها دركا ندير لها الكليب تسمعوها جايه خفيفه ما تبان لك لا راي ما تبان لك مالوف ما تبان هي خفيفه باسكو على حنا حاولنا نهزوا هذوك الكلمات ننضاف ولا ميوزيك هذيك كيما نقولوا لي ما نقدرش نقول ريش مي ماشي اللي قدرنا نديروه ودرناها ريتم. دوك حاولنا احنا نخدموا الريتم باسكو الاذن دركا عاد كنت نحكي لك عاد تسمع لو ريتم بزاف. دوكا حنا حاولنا لي شونسون تاعنا نديرو لهم شويه ريتم او ميم طون دي سوجي واضحين اللي يتسمعوا ويتسمعوا في 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 في, في, في الدار في الدار يعني يكونوا وتحطيهم تسمعيهم ماشي لازم غير في بيريود ولا في كيما نقولوا في مكان خاص تاعهم. ماشي من عالم الموسيقى نروحوا شويه لعالم الصوره ونسقسي حسن من جروب كاميليون واش يضيف لكم الفيديو كليب لما تخرجوه للسوق. فيديو كليب دوكا ولا حاجه انديسبونسابل بيان سور. لا ميوزيك نسمعوها ما نشوفوهاش مي اكطوالمون ولينا نشوفوها بزاف اي دونك بيان سور حاجه ضروريه. ما لكن انا حبيت نقول باللي اغانيكم الاولين الالبوم الاول نزلتوه اوديو مي نجح والقصده. اسكو الكليبات اللي درتوهم بعد الالبوم الاول ولا الاغاني اللي صورتوهم فيديو كليبات كانت نجحت اكثر من الاوديو ولا لا؟ كما قلت لك النجاح ما تقدرش تقيسو. نقدر نقيس لك النجاح لو كان الناس ما تعرفش كاميليون ستادير هذا هو الديبار ديالنا بروميير شونسون حين خرجوها. دونك نقدر نقول لك نجحت باسكو كان واحد ما يعرفني واليوم الناس تعرف الغنية. مي النجاح حققناه في لا شونسون الاولى. مي كي نشوفوا كيما لله سي لا شونسون فاخ تاعنا لو تيوب ما عندهاش بزاف لي فيو في يوتيوب علي ما سي با بالك 5 مليون ولا دونك الا تقيس النجاح على لي فيو كابابل لله تقدر تقول بلي ما نجحتش الوغ كو نو. كي رانا نحكيو على الفيديو كليب كاميلو نقاطعكم ونقاطع المشاهدين بهذا الحوار لجميل نروحو نشوفو فيديو كليب لي جروب كاميليون نرجعو. حسن شفنا الكليب هاي الله يبارك بصح هذاك حسن ولا الحسين ما نديروش فيك لامان كيف الزوج كنتوا الزوج في الكليب نو سيتي هذا هو السؤال هيا اوكي سيتي حسن فوالا صح. وكي كنتوا صغار كي كنتوا في المسيد كان واحد يروح يرومبلاسي الاخر ولا نو ما نتشابوش على سو بوان افون نو اوني دي فو جومو دونك ما نتشابوش بزاف. قلنا واش تحس كي تشوف لو كليب هكذا وتشوف خدمتك وتشوف لا كونسيكراسيون تاع خدمتكم تاع الجروب كامل اون انتي في ليكرون كي نشوفها بيان سور جو ريميرسي لي دار ان غون ترافاي في لو كليب حسين مالك حساني. Donc je le remercie, je le salue, c'est lui qui a fait tout le travail, la lumière, le couleur. Exactement, on a fait quelque chose de spécial dans ce clip, donc علاش غيرتو لا كولور نوار اي بلون باش ديروا فيها بها كامل الكليب. Voilà, c'est le réalisateur تاعها اللي عطاني هذه l'idée, قال لي جاتني je pense que j'aime le thème تاع la chanson مع
مع الاتموسفير اللي كاين دونك قلت له وي بوركوا با كيشوف لي ريزلتا عجبني اي دونك فوالا سي حوايج بيان سور طونك ارتيست تقدر تقول وي او نو مي تخلي الحاجه اللي عنده الميتي باسكو فلا رياليزاسيون ما نعرفش نقدر نمد راي بصح ما نعرفش كيما فوالا دايوغ ميم اليوم راه كون نواغي بلون هادي هي بالك سي ما كولور بريفيري نواري بلون نروحو شويه لنسيم. نسيم وشنو هما مشاريعك المستقبليه واش راك توجد؟ بربي ان شاء الله راح ندخل الاستوديو في سبتمبر فان سبتمبر عندي دي شونسون ديجا 3 شونسون واجدين سجلتهم لا مازال ما خرجوش مازال ما سجلناهمش على كل حال راه المشروع تسمى مازال اللي راح نخدموهم 3 شونسون براسك واجدين ومازال دو شونسون انا كيما نقولوا انا نخدموا فيهم تقريبا صح على سي مدام انا نحكوا على مشاريعك المستقبليه واش رايك دوك حان وقت الضريبه بالجزائر العاصمه وضواحيها التلفزيون الجزائريه وانا التلفزيون الجزائريه وان فوالا دونك لا شونسون يا الراي التالف اكزاكتو هذه اول لاول مره راح تفوت في الحصريه حصريا على جزائريه وان راكم تشوفوا مشاهدينا كيفاش انا نهتموا بكم ونجيب لكم غير الحصريات حاجه جامي سمعتوها واحد فالناس جامي يسمعها دونك تلقاها غير في الجزائريه بيتش ما طراطيوش بارطاجيونا في انستغرام يلا موسى يا الراي التالف تلفت لحسابي يا الراي التالف تلفت لحسابي سيتني في العشرة وضيعت لي صوابي سيتني في العشرة ضيعت لي صوابي يا الراي التالب تلبت حسابي يا الراي التالب تلبت حسابي سيتني في العشرة ضيعت لي صوابي سيتني في العشرة ضيعت لي صوابي شفت الغدود
العشرة ضيعت لي صوابي سيبني في العشرة ضيعت لي صوابي يا الراي التالب تلف لي حسابي يا الراي التالب تلف لي حسابي سيبني في العشرة ضيعت لي صوابي سيبني في العشرة ضيعت لي صوابي. يعطيك الصحة وما شاء الله ما شاء الله. كانت هذه أغنية حصريا على قناة الجزائرية وان والبرنامج الجزائرية بيتش. نسيم يا راي تلف تلفت لحسابي دونك أغنية مستمدة 100% من الواقع على لا من الواقع. وهذه الكلمات باش نحكي لك على لا شونسون كتبها لي عبد الرزاق بوشناق نحييه دونك الوقت الحالي راه هو ارتيست او ميم طون هو مدير دار ثقافة لولاية سطيف. نحييوه بالمناسبة هذه. لا شانسون كنت خدمتها في التلحين أنا وصديقي شنفارة متعو شنفارة يعني استو ممتون هو اللي أرنجاها عبد الحفيظ الدمبري. خدمناها كيما نقولوا على حسب كيما نقولوا الشيء اللي عندنا احنا كيما نقولوا الخبره اللي عندنا حنا اللي خدمناها ما كيما نقولوا الشيء اللي درناه حنايا اللي تسمى ما جسدتوه في الاغنيه يعني يعطيك الصحه تسمى باسكو ما زينا ما حاولناش نهزوا من الالحان وحده اخرى ولا تسمى اللحن هذا حاولنا نخدموا حنا اللي تسمى بخبرتنا حنا خبرتكم يعني بانت في الاغنيه وهذه موسيقتكم الخاصه وهذا يعطيك الصحه هذه موسيقتنا الخاصه هذه اللي حبيت نختصرها يعطيك الصحه الاحسن. ماذا بينا تعطينا شويه نسمعوا الناس من ستيل تاعكم هكذا مقطع غنائي هكذا الناس شويه يعرفوا ولا يسمعوا صوتك اكابيلا. ناس ما يخلوش وحده لازم ما ندخل ضريبه ضريبه. ولا ولا اللي نسالو يخبر هذا قمر ولا بشر انا عيوني حارو ولا ولا هذه حمامة ولا غزالة ولا عيوني بزينها سكرو حين سألت جاوبوني وقالوا لا لا فارس صعيب الحبيب هيدب حبسي وفي شفارو حين سألت جاوبوني وقالوا لا لا فارس صعيب الحبيب عيد بحب السيوف شفارو. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على صوتك واللي حسن. بون دونك انت راك غنيتنا اكابيلا دونك بدون موسيقى اسكو تو تروف ك الموسيقى تزيد تحط لا فوا دو لارتيست اون فالور ولا في بعض الاحيان الموسيقى بالك تغم لا فوا دو لارتيست و لوتو تيون اكسيتيرا بالك تبدل ما في النبره تاع صوتكم. Peut-être, mais qui m'en parle, je suis musicien, guitariste ou chanteur, donc ni la musique toujours ni la guitare, donc m'engrenche, ça m'arrive pas souvent de chanter avec la voix, toujours la guitare et je compose la chanson, j'écris le texte et la guitare d'aller, donc demain voix ou la musique. C'est ma musique, c'est très mal ça ou balak. Peut-être, mais qui te conne. بالك بالك يمكن ما انا ما عنديش لا بلو غراند فوا كيما نقولوا عندي صوتي كيما نقولوا نحوس نغني بالاحساس كيما نحس اي بور ما سي هذه هي الحاجه لا بلو امبورطونت ما عنديش لا فوا تاع خالد ولا تاع بالك زيت ان شانتور ا تيكست بيان سور بيان سور لو تيكست سي حاجه اللي تميز الفرقه سي لا بروفوندور لا بويزي سي كلك شوز كو جو ريشيرش اي لو سنتيمون فلا فلا عمق الكلمات والمشاعر في الأغنية. أحسن حبيت شوية ندير بوز عند هذه الأغنية بالذات لأنه لقات رواج كبير على مواقع التواصل الاجتماعي والناس سمعتها بزاف وقيل حتى لقت لكم دي مليون دو في سور يوتيوب. احكي لنا شوية أسكو كنت متوقع نجاح هذه الأغنية من قبل ولا لا جاء هكذا صدفة حتى لقيتوا الناس قاعد تغني فيها الناس قاعد تعود فيها والناس قاعد تسمع فيها. لا سيتادير تكون تسنى تعجب الناس مي ا سو بوان بس كما قلت لك النجاح ما عندوش غير الكود ولا حاجه دونك من داك الاغنيه تتوقع لها نجاح باهر ولا تقول شويه شويه تتمنى لها تخدم على عليها بيان سور كي سجلناها كي خدمناها كي مدينا كلش
pour ce but bien sûr mais on بعد كيما قلت لك نجاح ما تقدرش تتوقعه شغل تاع كود عندي الكود سي بون تقدرش تعرف بالك هذيك الاغنيه راح تنجح 100% ولا شويه شويه حسن خلينا نتكلموا نسيم كذلك على علاقتكم بالجماهير ديالكم وخاصه كيما نقولوها اشاك فوا رانا في يعني لا جينيراسيون 2.0 دونك تري تكنولوجيك ايتترا علاقتكم بالجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوكعت لي ريزو سوسيو اللي جي اي فنان لازم يكون في هذاك العالم نتاع المواقع مواقع التواصل الاجتماعي باسكو علاه لوكا حنا لوكا كيما الالبوم عاد هو كلاسيكي هو الالبوم مليح مليح واحد انه يدير الالبوم نتاعو باش كيما نقولوا يكون عنده عمل واضح من المحطوط راهو وميم طون كيما نقولوا المواقع التواصل داروا اليوم الوقت اللي رانا عايشين فيه حلوا بيبان بزاف الشبان اللي كاين كيما كنا نحكيو كاين طاقات كثيره اللي ما كانتش في مختلف المجالات ما كانتش في هذا قبل كنا رجعنا للزمان كانوا طاقات وبقاو يغنيو مع رواحهم كاين دي كرياتور كيما اخونا كيما حبيت نوصل لكم هذه الكلمه قبيل كيما قال قلت له كاين دي شون دي دي دي, دي شونتور او ميم طون دي كرياتور كاين كيما اخونا كاميليون كاين دي زارتيست رانا اليوم بهذا المواقع التواصل الاجتماعي اللي خلوهم انهم يبانوا ان حاجه مليحه بزاف فيها ايجابيه ياسر انا سيبورتي هذا ما شاء الله وجه هادئ وانت احسن احسن تفضل بيان سور لازم تكون كيما نقولوا ناشط ناشط ثاني تريكولتي الفروي تاع الخدمه تاعك فهمت كي تقرا لي ميساج بوزيتيف ولا لي ميساج اللي لحقونا والناس تحوس على الكلمه هذيك في الاغنيه الفلانيه والاخر يحوس على باساج في قال 30 بارتير دو 1 مينوت 30 تعجبني هذه سي سي كيك شوز لي حاجه مليحه بيان سور ما تقدرش تكون كو حاجه بيان اي ثاني الانتيراكسيون مع البوبليك تحب تعرف هذاك سالتو دون هذيك لا فورس بس زيد كمل بس تمد وقتك تخصص وقت للمواقع التواصل الاجتماعي ولا ما تعطيهاش اهميه كبيره نو بيان سور ما تقدرش باسكو ما حنا في الديبي بدينا بها سيتي سور يوتيوب وفيسبوك اللي الناس عرفتنا باسكو اونيتي اندر جراوند كيما نقولوا نخدموا موسيقى مي نافي با انكور دالبوم مي سي غراس ا سا اللي من بعد حتى 2011 باش خرجنا الالبوم الوغ كو لا شونسون تاعنا كانت ديجا ان تيوب دونك سي غراس ا سا حسن الجروب كاميليون يعرف رواج كبير والغنى ديالكم دونك فورسيمون كذلك خلينا نتعرفوا على الطموحات ديالكم واسكو راحين تبقاو ان جروب باسكو ما عندكش بالك هكا يمتي دوا صوت صغير في راسك اللي يقول لك روح دير كارير سولو كيما كاع راهم يديروا انا نديروا فناش في الجزائر يا بيتش دوك غدوا يجونا كاع كاميليون هنا يدوروا علينا من يدينا سرين خلاص راني نشوف واش نقول لك طونك جو في لا ميوزيك كيما نحبها ولا كيما راني كيما راني نيماجينيها ولا نغنيها كيما راني نحس هذيك هي اللي نحوس عليها جو بونس كو اللي يديروا كارير سولو ولا سي سا بالك يحوس يدير ليدي اللي راهي في راسو اللي ما يقدرش يخرجها لازم بالك ما يوقفقوهش مي طونك جو في لا ميوزيك وراني الاز جو في سكو جو فو بلا ميوزيك ديالي ونغني سورتو على واش نحس سورتو اي بان هيا رانا سلكنا على بالك اوغوزمون ما قالناش ندير كارير سولو خاطر غدوه صح يجونا انا سلكنا خاطر ديرك لي سيري مشاكل يجيو يشكي بها دونك انت راك ساتيسفي والجمهور اكيد راهو ساتيسفي بالغناء اللي راك تقدمه له يعطيكم الصحه اللي جيتونا وكنتوا حاضرين معنا جروب كاميليون الاحسن من جروب كاميليون ونسيم بالهدي نسيم كلمه ختاميه برك ولا ديديكاس نفكروك في ديديكاس ديديكاس وميم طون حبيت نشكر بفضل الناس اللي خلونا في هذا الطريق وكانوا الناس يشجعونا بزاف استاذي زين الدين بالعيدي يزيد نواوره ليديتور اللي عاوني في الالبوم نشكر مؤسساتنا اللي كانت تعاون فينا كيما دار ثقافه مديريه الثقافه وديوان الثقافه والاعلام اللي عطانا لوكازيون شحال من مره اللي خدمنا معاه وفي اخيرا واخيرا حبيت نهدي تحيه لاخي وصديقي العزيز محمد جودي اللي زادت عنده طفله وا اسمها ماسينا هكا عندها 5 ايام
مازال ما حفظتش الاسم خمس ايام. مازال ما صينا ربي يحفظها له ان شاء الله وتكبر في عزه. مانيسا مانيسا مانيسا. فكرتك اليوم اليوم يدير فيها هاك ضايع. ربي يحفظها له ان شاء الله وربي يحفظكم انتم. وميرسي بوكو على الاستضافه وشكرا للجزائر وان ولا بروشين ان شاء الله. ان شاء الله ما تهربش هاك ضايع. تعاود ديرنا اون اوتر شونسون قبل ما تروح. غادي نديرو شونسون تاع امبيونس شويه نوقفو داكور. اي تري بيان تفضل. نختموا بالاغنيه تاع نسرين ومعد نختموا الفقره. نختموا الفقره نخلعوا الناس وش بيه نختموا. لا لا والفو كاين اربعه ولا خمسه شكون بديتوا تفهموا الكود. نختموا الفقره بالاغنيه تاع نسيم ومعد فاصل ونواصل. تفضل. Oh,
الرحمن رجعنا مشاهدينا الكرام، يعطيكم الصحة اللي خيرتوا قناة الجزائرية وان باش تقضيوا معاها هذا الأمسية، وعلى بالي بلي راكم فرحانين غير لومبيونس باسكو اللي كانوا مقيلين ناضوا مع الموسيقى ما كانش اللي يرقد معنا. نرجعوا مشاهدينا الكرام ونواصلوا ديما برنامجنا والحوار مع الضيوف اللي راهم حاضرين معنا. نسرين هي اللي ترحب بهم. القهوة ولومبيونس والموسيقى هذه هي الجزائرية بيتش مع منال حدلي. ألف مرحبا. Merci, merci beaucoup. مرحبا بكم انتما ثاني ومرحبا بنسيم جزمه بيان سور. سي ان بليزير دتر افيك فو. فوالا. نسيم يا رحبت بك قبل ما نرحبوا بك حنايا. مرحبا بك نسيم. Merci beaucoup. Merci. السلام عليكم. Merci pour l'invitation. Merci pour l'énergie de Malin comme في l'émission هذه. Très content quand même. يعطيكم الصحه اللي راكم حاضرين معنا برك. باش نقول للمشاهدين الكرام انتما اللي تسقسيوا على نسيم جزمه وش بيه وش كذا، باسكو شفتوه في لي ريزو سوسيو في اليوتيوب وحتى في انستغرام نزل فيديوهات بيدو، دونك هو راه حاضر معنا، راه لاباس، راه سلامات، ويخبركم واش صرا له. توني تسان جديده هذه اون فيت شي كوستيم شغل لك. يلا واش صرا له؟ اون فيت صار لي ديبواتمون تاع ليبول، دونك ما نتمناها حتى من العديان، اذا عندي عديان ما نتمناها لهم باسكو سي تري دولورو، مي دوك الحمد لله دوك اوكين دولور. من السمانه ان شاء الله نكون تشوفوني سلسان ولا في انستغرام بلا 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 المايو كلينيك هذا. الله يسلمك الله يسلمك. نسيم جيت انت بكوستيم جديد كما قلت لنا، بصح ما انت يا منال واش بونس لا تونو تاع اون سيليست ولا سيليست؟ لازم تخبرني، خبرنا على الاطلاله. الفن سي دو فامي. الله يسلمك. فوالا انا جو بورت اليوم العبايه تاع سارة اختي لا كوليكسيون تاعها، جيسبر تكون عجبتكم. سي بور سا دونك الناس اللي راهي تشوفينا هي اللي راح تحكم عليك. خليونا لي كومونتير تاعكم وخليو لها لي ميساج على هاد لا توني اللي راهي لابسه. انا حابه نوصل لو تروك تاع يعني سي اون فامي تاع لي زارتيست، كيفاش تعيشوا هذه العلاقه هكا يا بنات؟ جي ميم مون بيتي فرير دو 9 ans، سي ان بيانيست، خذو يتعلم الاندلس. ما شاء الله عائله فنيه ا ببري، مي سي جو حاجه من عند ربي، جو ماشي زعما بالسيف، لا لا جو اتر ارتيست، جو اتر شانتوز، لا جو اتر ستيليست، جو حاجه سا فيان افيك سا فيان افيك لو طون دوبي لونفونس. كيفاش ديفلوبي الامر هذايا؟ سي لانكوراجمون تاع لي بارون و كما قلت لك لا فولونتي فوالا لو دون تاع ربي سبحانه فوالا. صح منال، لو كان نطلب منك طلب دوكا تعاونيني فيه انا وياك نتفاهموا على حاجه، وشنو لو كان نطلب ونستضيفوا ساره في البرنامج تجيب لا كوليكسيون جديده تاعها تجينا؟ بالك هي لا انت اللي راح تقولي لها تجي دوكا تعدينا باش كي تجي. والله شوف ساره ني با لو جور تاع اللي تحب زعما تبان بزاف لا تيليفزيون. علاش هكذا الناس تعرف لا كوليكسيون جديده تاعها اللي راكي لابسه منها اليوم قطعه؟ وي انا لابسه منها وانا سانسيرمون جو لانكوراج، انا ماذا بيا لو كانت تبان باسكو عندها فرصه. جور شوفي الضريبه ديالك اليوم هذه هي، تجيبي لنا ساره. ابون خلاص هي راهي لهنا دايوغ، مالك ما شفتيهاش؟ هاي لهنا حاضره معنا. تجيب لا كوليكسيون، تجيب لا كوليكسيون تاعها ان شاء الله وتجي برومي. خلاص دوك انايا من عندي. اي خلاص دوك على منال دوكا خلاص. خلاص اوكي. خلا منال بالك نوصلوا شويه لاكتواليتي ديالك. انا نشوفوك دوري بارتو في لي ريزو سوسيو، في يوتيوب، في انستغرام. كي دايره حاله؟ على بالنا يعني راكي دايره حاله، ما زيدي فصلي لنا على لاكتواليتي ديالك. شوفي انستغرام جيساي توجور داتر جو قريبه لي زابوني تاعي لي فان بوكو بلوس لي فامي اللي يحبوني، دونك جيساي نمد لهم توجور الحاجات اللي راني نديرهم. بون جو بارطاج با كلش، جو بارطاج بيان سور، دوك نوصلوا لهاد النقطه فوالا، مي كوميم نسي كيفاش نكون قريبه عليهم. ودوكا الحياه ولات كاع في لي ريزو سوسيو. ولاكتواليتي ميوزيكال ديالك؟ ميوزيكال جو سوي توجور مع لاسوسياسيون تاعي الاندلس، j'en fais toujours partie. L'Arès. Et récemment, j'ai enregistré mon troisième single. هذا خبر حصري. الناس اللي راهي تبعك. فوالا. والحصريه الاكثر كي تغني لنا منه. امبوسيبل. نخلي مع الكليب يخرج سيغ فريز. شوفوا تفكروا بيان، دوك قالت لنا امبوسيبل، كملوا تبعونا حتى لاخر الفقره ونشوفوا الامبوسيبل. واللي بوسيبل. يتلحى الاي والام. دونك هذه هي منال. بصح منال دوكا قلتي لنا بليك ما تبارطاجيش كلش. جوستومون حنا شاك فوا هاد السؤال نطرحوه، العلاقه تاع الناس مع لي فان ديالهم في مواقع التواصل الاجتماعي، بصح اسكو تشوفي بليك هاد العلاقه بالك تقدر تروح الى الجانب السلبي ولا تولي نوسيف بور لارتيست؟ دايوغ ماذا بيا مام نسيم يجاوبني على هاد السؤال، اسكو في الفن وفي الانستغرام صح كيتجاوز يعني الامر حده ينقلب الى ضده؟ شوفي دابور
انا جو فوا كو سي با امبورطون نوري كل حاجه واش راني نديرها باسكو مش حتهمهم هما دونك جو بريفير جو بارطاج معاهم حاجه اللي تهمهم باغ اكزومبل نروح كاش بلاصه اللي انا استنفعت منها دايور كيما غير كيما رحت انا انستيتيو دو بوتي شفت بلي سي بيان جو بارطاجي افيك او دونك سي بور سا مي خلصت عليه ولا لا كي بارطاجيت سبونسور والله ما جامي خلصت على بيبليسيتي والله العظيم ما كاين غراتويتمون هذيك ما نهضروش عليها حب الخاطر ودايرين حنا بيبليسيتي اخ الجزائريه بلي بيتش بلا سون بيبليسيتي يعطيك الصحه فوالا يعطيك الصحه نسيم وانت نسيم En fait, les réseaux sociaux, c'est, je trouve que c'est subtil. Le public, il s'affade. C'est-à-dire, bah, il chauffe l'artiste, il chauffe c'est-à-dire, le quotidien, il découvre qu'il m'a mal fait de chauffer les clips, les émissions, tout ça. بصح سي بور لارتيست وين سي ديليكا خاطر لازم يشوف اسكو هو دوكا راح الناس لازم يعرفوه ان طونك بيرسون او كوتيديان تاعو ولا يعرفوا بلوس لارتيست دونك الكوتيديان تاع لارتيست كاين واحد لا سوبتيليتي هكذا اللي يعرفوا الشخص والفنان في نفس الوقت يوصلوا له اكثر مي تقدر تدر شويه لارتيست علاش راني حاب نقول صديق تقدر الناس يوالفوا اكثر لا بيرسون كو لارتيست لازم يكون ان ايكيليبر شغل بين علاش كاين فرق بين الفنان والارتيست كان فرق صافي كي نقول لك الفنان هضر على الخدمه المهنه تاعو شغل كاين فرق بين كي باغ اكزومبل بارطاجي حاجه في ستوديو سوسان وفرق كاين بارطاجي حاجه مع صحابي ولا برا هكذا كي نكون اون فاكونس ولا كي نكون باغ اكزومبل هكذا طريبيان جوست هاد لا ديفيرونس نسيم نوصلوا شويه للجديد تاعك واش راك توجد لنا هكذا الناس يكون على بالهم انا نوجد حصري كي نقولوا لك جديد انا هذاك الناس يقولوا لي توجور تولي دوك تخرج حاجه خرج برا يقول لك جديد خلاص وعلى هذه وعلى هذه هذا الشيء سامحني قاطعك هذا الشيء اللي يحكي عليه كادر الجابوني كي لونسا الكليب اخر كليباته قال لك انا ماذا بيا ننزل بزاف ولا كم كبير من الكليبات باسكو الناس كل دقيقه تقول لك كليب وينو جديد وينو جديد دونك هو نزلهم ست كليبات احنا ما نقدروش نزعفوا على الجمهور باغابوغ صح خاطر الجمهور الجزائري ما تعطش للفن وكيدير لكم هكا C'est parce qu'il a exactement. Non, c'est drôle. La position c'est drôle parce que tu as tout jeté ou là qui a un de jeté ou là quelqu'un qui m'a jeté mais il y a toujours la question c'est pour le côté drôle. Ça bon quand les est-ce qu'il y a un jeté. Exactement. En fait, on a toujours je suis toujours en préparation de nouvelles chansons toujours des idées jeté. On essaye au maximum qu'il fasse un charge le plus tôt possible le renatéri parce que aucun te barre rien qu'à de غير في ستوديو نعاود وتريقل فيها ومن دور وتوش سي صا بيرفيكسيونيز بون كوم تو تو لي جو بونس لي ارتيست تو لي ارتيست مي ان فيت كاين اون شونسون ان شاء الله بور سبتمبر بور لا رونتري نستنى برك تتكلم شويه مع بزاف سبتمبر واسمها في بالي و امبوسيبل قالنا كيما دونك انتوما لا تفهمتوا علينا اليوم الاي والام راح يتلحى يوسف على ضمانتي الاي والام راح يتلحى منال مادام انا نحكوا لا ولا غير بوسيبل مادام انا نحكوا دونك على الفن والجمهور الجزائري هذا لو متعطش للفن واش رايك نروي وحدوك شويه بصوتك انا ماذا بيا تغني لي بحر الغرام الغرام يا اخي شكون نقولوا بلي راح يتزوج راح يتزوج ايفيكتيفمون لا بروف الغرام يلا ما نسمعينا بالبركه على قال لي راه ما حين يتزوجوا فوالا دخلت بحر الغرام سحرني وغرقت انا فيه وضحكت لي ليام لقيت اللي كنت نحلم بيه كان هو حبي الأول بيه تلاقيت سكن قلبي وشغل بالي هو اللي تمنيت نسيت روحي ونسيت الدنيا وراه جريت داني هواه وزاد بالي وبيه التبليت ويلي 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 ويل محلى الغرام يا سلام ويل 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 ذوقني حلاوة ليام ما شاء الله صوت رائع والأغنية صدقت حلاوة ليام أنا مازال نهار الخميس هذاك الخميس اللي تهضر عليه السنين الخميس اللي جامي ما راح يوصل هذاك الخميس ونكمل معك منال نعم اسكو دخلتي بحر الغرام ايه با بيان سور ندخلوا كاع بحر الغرام من داك ندخلوا ونخرجوا من داك ملي عاد ندخلوا عجبتني الدخله بصح ما عجبتنيش الخرج نو جي ريغول ان فيت سي اون كيستيون دايما لي بوزيوها لي مي جو بريفير
هي الغرام توجور فيها، الحب دائما فيها، والدنيا بلا حب ماشي دنيا، والدنيا بلا الحب هو حلاوة الدنيا. ولا لا فلا الحب فيها فيها، إذا ماشي حب الحبيب ولا حب الشريك، كاين حب الناس، حب الوالدين، حب الناس اللي نحبوهم، سي لو بلوز امبورطون جو كرو. جوستومون منال، بون جو بونس كو جاوبتي على السؤال قبل ما نطرحه، وشنو هي الحاجة اللي تخلي الفنان بالك ما مناسم في ان مومون ديفيسيل يعاود ينوض، يعاود يرفد المايك ويعاود يطلع سوغ لا سين؟ ناسين قول هاي بس الكوستيم وينوض نورمال. سي سا انا هاو ليكزومبل كلير ان فات سي واش يخليه سي البوزوان هذا باسكو Je pense que c'est le cas également pour Manal, mais je trouve que c'est un besoin. Mais je sais pas parce que la musique c'est une drogue peut-être, non? Oui, oui. C'est même pas parce qu'une drogue, laisse-moi tu vois. En fait, la musique, je trouve soit de config ou la mettre con. C'est quelque chose les hagda. Je trouve un réflexe qui mal la respiration. Mais avec je dois qu'à la quitte neufsé, parce qu'à quitte neufsé. C'est ça la musique, c'est le même principe. Pour la musique, elle régénère. Donc, quand j'ai un problème personnellement, quand j'ai un problème personnel ou un problème physique, c'est la musique qui nous donne. D'ailleurs, je trouve c'est l'exemple concret. D'ailleurs, je trouve que l'artiste sur scène avec le Hadia, je trouve c'est la musique qui a fait que أني نخرج ندور الاخر سينو نجيبها شغل مريض في الفراش راني قاعد منال بالك لا ميوزيك ال دون اون اوتر في للفنان لا ماشي غير للفنان كاع الناس فالا باسكو ما يعرفش راني في حالتي كي يسمع برك ساموتي اكزاكتومون دونك لا ميوزيك سي ان ار سي دوا للناس اللي يعرفوا يعيشوا بيان سور ومتقفين بوكو بلوس فوالا هذه هي منال التي جربتي تجربة أو خلينا نقوله باللي عشتي تجربة موسيقية عربية شاركتي فيها الناس عرفوك فيها والناس شافتك فيها لكن السؤال راح يكون موجه لنسيم نسيم أسكن أنت تشجع المواهب ولا تشجع الفنانين باش يشاركوا في مسابقات عربية وانت لو كان جيك ولا يعرضوا عليك لأنه عرفنا باللي مؤخرا هما اللي يعرضوا على الفنانين باش يشاركوا لو كان جيك فرصة ويعرضوا عليك تشارك في برنامج عربي ولا حتى أجنبي أسكن تشارك ولا لا دونك نقول لك دابور انا نشجع لي بيرسون اللي عندهم فريمون الاراده ماشي غير الاراده عندهم كيما قلت لك الموسيقى فيهم تكون في بارتي دو لا ميوزيك نشجعهم يسيزيس نيمبورت كال اوكازيون باش جوستومون يقدروا يافونسيو في لا كارير تاعهم بصح انا دوكا كي نديرها دوكا سي ديفيرون لو ميساج اي كلير دون تو لي كا اي كلير سا فو دير كاين انا شخول جاسوم شان نقول مي شخول سي ان فيت سي سا اكسبريم ان ايشيك وكان ندير هادوكا سا فو دير كو ما قدرتش نلحق و كنت حاب نلحق و راني حاب نلحق انكور بلوس ان فيت باسكو شخول لي زيميسيون هادوما سي دي زيميسيون كي سون لا بور بوستي راك فاهم سا شخول سون لا باش يبوستيو باش مليح لارتيست يستعملهم ماشي هما يستعملوك باسكو سي دو لا تيليفيزيون اون ايميسيون كولينير ولا ايميسيون ميوزيكال je crois que c'est la même chose je crois le kit qu'on a un chef mais tu t'amènes là pour pouvoir te ban pour pouvoir avancer dans la carrière t'aig t'intéresser des investisseurs t'as le restaurant t'aig ou t'avancer dans ta vie professionnelle donc là l'émission musicale là c'est le même principe c'est à dire لازم t'amènes là que tu t'amènes t'amènes et surtout mais لازم t'adrek donc que le message il qu'on a un message à mettre d'échec qu'il y a certains artistes mais chez ou qu'il y a des exceptions bien sûr mais c'est pas un truc clair je crois mais qu'il y a des exceptions il y a neuf certains مشاركين ما تشوفيش que بالك quelque part les émissions Hadoma c'est une sorte de business musical ou la business de la télévision خاطر على بالنا انهم يدخلوا درهم كبار وكما قال يوسف هما اللي راهم يعيطوا في الفنانين اللي بالك على بالهم كلكو بار راحين يجيبوا لهم البوز ويجيبوا لهم لي فيو اكسيتيرا سي تان بيزنس ولا سي دو لا ميوزيك او فن بور يا ماشي في بالي ولا واش راني شايفه سي لا فيريتي اي سي لا ستريكت فيريتي كو سي هاد لو جور دو ديميسيون سي سا ديفيان كوميرس بوز نو كوميرس et politique en même temps beaucoup plus politique et commerce نكتبوا على روحنا لو كنقولوا صح يحوسوا على لي تالون ولا يحوسوا على لي فوا ولا
c'est pas vrai. هي صح جاك حنا كي نشوفوها ليماج تاعهم سي دي زيميسيون اللي يهتموا بالمواهب يهتموا باللي فوا ويشجعوا سي فري سي اون غراند بورت اللي تحل الفنان باب كبير ويولي مشهور مي لو بوت تاع هاد لي زيميسيون بوكو بلوس ما راهوش تاع اللي يحلوا الباب كيما راه ترويج للفنان انما ترويج للحسن نفسها سي كوميرس بوكو بلوس كو فن اكزاكتلي نسيم لما نسمعناها غنات وغناتنا بحر الغلام انت واش راح تغني لنا هكذا مقطع اكابيلا نسمعوا صوتك اكابولكو داريبا ما على باليش نقول انت ما قصه ما باش نغني خلينا واحد الشونسون تهضر على للقدام دونك تهضر على الاراده جوستمون سي ابري في لو تروك هذا سوبر هكذا شغل نزيد الموتيفي والناس تفضل تي اكستريم غني بالغوفران برك C'était pas prévu, je me trouve bien quand même. Mais alors, ça, je suis le principe de la c'est que je ne sais pas. Ah, d'accord, d'accord. Écoute, je vais aller. Fadal القدام ماشي للقدام انا وما ديما في عذرين القدام ماشي للقدام انا وما ديما في عسين القدام ماشي للقدام انا وما مورايا قاعدين القدام ماشي للقدام انا وما ديما في حاسدين ما شاء الله هكذا نزلت سمعت صوت نسيمة اكابيلا منال كاش كليب كاش مشروع جديد كي توجدي له وي على بالك شوفي لي فيديو ديالك سمحي لي قطعتك لان نشوفوهم في انستغرام راهم يديروا لنا الشوق ومادا بينا نشوفو منال في كليب يسلمك لي فيديو راكم تشوفو فيهم تاع العراس تاع العراس تاع الامبيونس تاع العراس وصلتيها لنا للدار وكل واحد في شومبر جي سي دي بارطاجي هكا لي فيديو دون مينوت ولا باش بور دوني اون ايدي ا بوبري على خدمتي الفيديو ديالك واش تقدري تخدمي يعطيك الصحه ما نقدرش نحط كلش لي فيديو كامل في العراس ما نقدرش نحط كلش كاع واش يقدر يصرا في العراس باسكو من داك نكون داخل exactement donc voilà sinon pour les projets غير كيما سجلت صافي il y a pas 3 semaines mais les سجلت un single qui ana sincèrement tant qu'artiste j'ai trop aimé c'est écrit par Wahiba Boudib même hiya li lahnatou et arrangé par Marwan Tabel que je salue had les deux yani assati dal kbar voilà pour le clip justement comme ana je fais partie d'une boîte de production it's ma maqdrach ana li ndecidi ou la nakhd el qarar ou la donc tsajjelt la chanson c'est bon kemlet donc nsnaou برك inchallah yatini el qarar برك باش نديرو لو فيل نديرو الكليب inchallah inchallah ya rabbi juste habit nsqsikom soual bin zouj ما خممتوش يوم ما تفديري انت يا الشابه منال الحدلي وانت يا الشاب نسيم جزمه الاسم هذا ما خممتوش ديرو باسكو انا سقسيكم هكا باسكو بين باسكو جات في راسي باش نضغ نسقسيهم لا لا اون بون كيستيون والله هايلا ان فيت جو بونس كو سا كول مع لو ستيل دوكا كي دير صافي الشاب مربوط بالراي هكا اغنيه رايوي شغل الرايويه ولا الوهرانيه ولا شغل صابيل وفي واحد اون بيريود كاع باسكو عندي بزاف ما سمعتش بان ارتيست راهي جديد واسمو الشاب بدلو خلاص خرجوا خلاص خرجنا حاجه اوريجينال خرجوا اللقب هذا من الطابع الراياوي ولا الشابه كرهوا لنا فيها هاد الهضره هذه جو الشاب خالد كيما الشاب خالد شاب خالد فريمون جو الشاب خالد مي ريسامون ولاو الشابه اللي هو الشاب الشاب والشابه والشابين كرهوا لنا فيها ايه لو كان قعد لو نيفو تاع الشاب خالد جو شكون كيفو اللي اسمه الشاب والشاب والشاب مي دوكا ولات الشاب والشابه كاع شبان صح انا الشبوبيه نخدموا فقره كلمه اخيره ميرسي ولا رساله هاوليك الجمهور ديالك اللي مال في يشوفك غير في انستغرام اللي يشوفك في الشاشه اي كاميرا راه مرشاش نقولوا نحبكم بزاف وميرسي ميرسي بوكو ميرسي على الحب ميرسي على الدعم لخاطر لو كان ماشي نتوما احنا ما نكملوش وحنا ما راناش في وين انا لاحقين وان شاء الله نزيدوا نلحقوا ان شاء الله اكثر واكثر ونتمنى التوفيق كامل لاي واحد عنده موهبه ماشي برك فنانين ولا اي واحد عنده موهبه بالتوفيق ليكم نتوما ثاني ميرسي يعطيك الصحه ميرسي وان شاء الله نتلاقاو غير في الخير ان شاء الله ان شاء الله كلمة أخيرة ولا رسالة خلينا نقوله رسالة أنا حبينا نعطي موعد أنا نقول بلي تخي بيان راح يكون جديد دونك نوفيل شونسون إن شاء الله افيك ان نوفو كليب باسكو لا شونسون هي واجدة إن شاء الله فان جوستومون كون كنا في ليبوك تاع فينالمون سيتي فريمون امبوسيبل ولا غنغلبو بوغ اون فوا ضيف أول مرة مي ماشي سهلة كوميم تيا دونك فوالا إن فيت سي وكان كنا يا 10 أون في ليبوك تاع الشاب وشابة غنيه راهي خرجت هاي ديجا الدور في الاداره كلشي دوك انا نوجدو في الفيديو كليب
انا نجبدوا نوجدوا في فيديو كليب ان فيديو كليب ان شاء الله راح يكون او نيفو دي زاتات ان شاء الله. دونك فوالا سنونا ان شاء الله في لا رونتري في سبتمبر حفلات باش نجوا. اون فيت كاين كان فكرتني هذيك الساعه شغل اون فيت كاين حفل في مسرح الكازيف هنا في سيدي فرج. دونك نعطيكم رونديفو لو 31 جويلي ان شاء الله à partir de 21h. مرحبا صح نسيم ومنال قلت لنا امبوسيبل بصح توعدونا بحاجه كي يخرجوا هذا دو شونسون تعاودوا تقولوا الجزائريه بيت هذيك هي منال وتغنوها على حسريه يوسف انا حبيت تغنوهم معنا هذا هو الديفي وما تقولوناش امبوسيبل شوفوا الضريبه اللي نشقوا ما يفرضوها من انتوما هذا من وجهنا ما تروحوش بعيد فاصل ونواصل الجزائريه بيت مازال متواصله ما تزافيش سنونا كما عودناكم مشاهدينا الكرام برنامج الجزائرية بيتش يستضيف مختلف المواهب مختلف الفنون مختلف النشاطات نعرفوكم بها نحاولوا دائما نكونوا أقرب إليكم ونسلطوا الضوء على كل ما هو جميل. نسيم بالهادي كان مقبلة في الاستوديو لكن ما جابش معاه الألبوم أنا لحقته وجبت لكم الألبوم دونك هذا هو الألبوم تاع نسيم بالهادي نسرين شكون راه حاضر معنا خلينا نكملوا البرنامج حاضرين معنا دونك عالم الموضة والموسيقى ياسمين عماري أحلام مرحبا بك تشبهينها يا أختي تشبهينها يعيشك يعيشك مرحبا يعطيك الصحة اللي جيتينا اليوم يعيشك ميرسي عليكم على الانفيتاسيون ميرسي للدعوة جزة ميجهدي مرحبا بك الله يسلمك لازم نكملوها دار الهنا هذه هي شوف جزية ميجهدي نو جوستومون أنا ما حبيتش نقول دار الهنا ما حبيتش نانونسي كاع واش ديري خاطر تفاصون كي نشوفوا لو لوك ديالك نورمالمون نفهموا دونك مدام جزية ميجهدي ستيليست مصممة أزياء ألف مرحبا الله يسلمك ميرسي بور لانفيتاسيون يعطيكم الصحه دابا عجبك شويه البلاطو بور لا بروميير فوا نجي هكذا اون بلان نير على بالي ما حبيتش نلبس توني تراديسيونيل ويوسف ونسرين راهم على مود ولا شويه لوي تاع المحترف انا على مود ولا لا راكم على باج ماشي على مود مي بوكو بلوس على حساب لا بلاج يعطيك الصحه مدام مرحبا واحلام احلام على بالي بلي راح تقولنا راي على مود باسكو انتي اللي لبستيها راها نص نص باسكو لبسنا عندها سافي بليزير ميرسي نقولها ديجا وحبيت هكا انا اللي نفتتح الكوليكسيون تاع جديده اكزاكتومون لازم نقولوا للناس باللي لبسه اللي راكي لبستها اخر اصدار تاع مدام جازية لا نوفيل كوليكسيون خرجت من الماشينه خرجت سخونه وجات للبلاطو لا شويه لا الاخرين خرجوا سخونين الاخرين دوك نكتشفوهم دو فاسون دوك يدخلوا البنات دونك جازية احكي لنا شويه على لو ستايل ديالك على خدمتك في دار الهنا لواش تميلي شوف انا على باز جو سوي ارتيزان حرفيه نحب بزاف الترافاي على ما tout ce qui est broderie perlage fetla beaucoup plus les pierres beaucoup plus انا نعتمد بزاف على tout ce qui est travail manuel ou la qualité تاع القماش و لا كوب نحب كوب كلاسيك مي دوكا الناس عادوا يحبوا بزاف فاشن بونطالون مالغري كو انا ما نحبش نحب سروال مدور نحب تراديسيونيل كيما حنا في تلمسان ما نقدروش نلبسوا هكذا بونطالون سليميتو بصح الله غالب نتبع لا طوندونس نتبع الجي نتبع لي بوديوم نتبعوا لازم نتبعوا واش كاين في توت اون ريستون بالك فيدال شويه للستيل ديالك ولي برينسيپ فيستيمونتير ديالك ايه ان شاء الله ان شاء الله بيان سور صح انا شوفي عجبوني لي بلوم ما دابيا تشرحي لنا لو او هذا يعجبوني لي بلوم انا بوف هادي سي اون فيست تلبس بوكو بلوس مع اون روب ولا بدرون باسكو سي اون فيست اوفيرت مخدومه بالبرونز البرونز راها ثاني كولور بزاف طوندونس هاد الايامات في الصيف مخدومه غير على الفيلوغ وفيها فيها الجوهر نحب الجوهر الجوهر تاع لي كولي باسكو مو جاشي دي كولي وي لي بيرل نقطعهم ونخدم بهم والسر تاعي سي لي بلوم سي اون توش فاشن الفاشن هذه الفاشن اللي بتحكي عليها كي يقولوا جازيه يقولوا لي بلوم يقولوا بيرلاج يقولوا لي كولور لي كولور فوالا جادور انا تو سكي سي دون لو سانس نحب هذه الخدمه احلام احكي لنا شويه على لاكتواليتي ديالك ولا خلينا بالك نمولوا الالحان واش اكزاكتومون لازم الناس تعرف باللي خليها تحكيها احكي لنا شويه كيفاش كانت التجربه تاع احلام شباب يلا تفضلي والله كانت تجربه اخلاقيه انسانيه تعليميه تعلمت فيها ياسر حوايج ديجا في المجال الفني في الموسيقى استفدت من خبره ما نقولوش كامله الخبره تاع حمي ولو القليل هكا من الاساتذه اللي كانوا معنا خاصه
استاذ عامر بهلولي نوجه له تحيه، وعامه الاساتذه تاعي بوجليده بن فروني طارق استاذ حسن كل هذا مكان. شوفي احلام والله راك تحب نقولها ياسمين والله احلام ماذا بيا نفتحوا دونك فتحنا بشويه بالموضه نروحوا شويه الموسيقى سمعينا صوتك اكابيلا سمعي واش راك تسمع عطينا حاجه هكا تنحي على الخاطر والعشيه فوالا فاجي شويه على الخاطر ماشي اسكت فاجي على الخاطر مي عندي واحد الغنايه لاصقه فيا هاد اليامات تاع فريكلان نوجه له تحيه عجبتني حزينه شويه ما تنحيش على الخاطر خلي فات ايه هيا روحي هاي كيفاش تبدا صراحه توحشتك انا خليني نشوفك الدنيا داتني عمري ما لومك كي على كي وما قالوا لك سبب انتي يا راني في قبينا ولا غيرك قلبي مات قولي لي شفقة من العشق اللي فات العشق اللي فات سبب انتي يا حكم علي زمان عايش مخدوع وروحي انتي يا عمري ما ننسى اللي كان مهما يكون انت عيني يا من شوق صدوك يا نهار بيت لي بين ايديا ما شاء الله صوت جميل ميرسي دونك احلام انا لازم نبيعك شويه للناس باسكو انا على بالي واحد الحوايج من الناس ما على بالهمش بيهم احلام انت يا شوف كل الناس عارفك في الحان والشباب لكن انا تلاقيتك في كاستينغ ملكات جمال الجزائر احكي لنا ما داوكش هذه ما قلتها لي شو صفه كوبيلو في جانب يغيب عليا أمور احكي لنا شويه نشاطاتك في المانكينه في الجا في اي مسابقات ديجا احلام قاسمي عندنا بونسكون و بون عندنا بيان نسكن في الجزائر اني سنه ثانيه اعلام واتصال دخلت الحان الشباب خدمت في الدومين تاع مانكينه وراني كيما قلتي دركا ما داوكش لا لا ترشحت العام اللي فات بالمناسبه ترشحت العام اللي فات باش نكون ملكه جمال الجزائر فهذا فيفري ومن بعد دخلت الحان الشباب دونك كنت زعما قبلوك ودرتي السبب وقبلوني اون فيت كي في رمضان كي خرجت من الحان الشباب باش شفت الايميل با كون جبتيه باش نبروفيو صح يوسف الدردره السؤال ليك هذه المره يوسف فوكو تلاقيت بها يوسف بون كان في تنظيم جو بونس تاع ملكه جمال الجزائر قل لي كي شفت احلام اسكو شفتها بانها تقدر تدي هذا اللقب واش شفتها كي شفت احلام والله العظيم الله يبارك عليها هي كانت هي وكانت مجموعه من الفتيات اللي كنا نتقيناهم بعنايه خاطر كان صح بنات بزاف جاوا يشاركوا وكل وحده تقول لك انا كل وحده توري الزين تاع المنطقه لكن احلام ما شاء الله عليها صوت وجمال وخلق مرحبا بك احلام في عالم الغناء وعالم الموضه وعالم الجمال ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نرجع شويه لمدام جازيه مدام جازيه احكي لنا على النوفيل على لا نوفيل كوليكسيون اللي راكي درتيها دوكا اللي راح نشوفوها راح تدخل دوكا يدخلوا العارضات احكي لنا على لو تام اللي خيرتي هاد المره هاد الخطره اختاريت بوكو بلوس اوت كوتور جو مي سوي انسبيري دي موديل اوروبيان درت لهم لا توش تاعي توش تاعنا حنا فتله ولا بيير ولا و لا كوليكسيون نطلبوا من العارضه برك الاولى تفضل معنا هكذا نبداو نتعرفوا على كوليكسيون كملي مدام جازيه تفضل و بوكو بلوس توني الصيف باسكو دوك الناس ما يقدوش يلبسوا لا فيست تي سخانه درت ان كورسي افيك ان بانطالون وعلى حسب بوكو بلوس لا طوندونس كيما كنت نقول لك سي لا طوندونس حنا نتبعوا الزبونه لا كليونت واش دوموندي انا في الاول جيتي كونتر بانطالون بانطالون سليم افيك اون فيست كراك ويتو مي عاد بزاف طلب اوني اوبليجي نعملو واش تحب لا كليونت باسكو لو كليون اي روا صح مدام جزال كنت تحكي لنا شويه على لي بيرل بالك استعملتيهم لي انا توجور نحب نروح في التفاصيل ونحب نروح اوسي في الالوان وعلاش خيرتي هذه الالوان انا نشوف لو فيولي اي الدوري شوف نعطيك بتات خسر انا كي نروح نشري دابور يكون عندي الماتيريال باش عاد نكري لو موديل انا بين يديا نلعب باللي بيير هذه نحطها هنا هذه نحطها هنا ولي كولور جاز نحب كيما شايفه هكذا بلاك نحب نخلط اليوم راني سامبل اليوم ابو اليوم سامبل ميم في لي تونو هادو سامبل ما درتش لي كولور اي تو الوغ نخدم بزاف بلا بيير شواغوفسكي
نخدم بالجوهر، نخدم توجور حاجه حره برومي شوا. بورتو مدام جازي انت قلتي لنا بون تدي دابور لي اكسسوار ولا يكونوا عندك المواد ومعد باش ديري لو موديل ديالك، بصح عاده مصمم الازياء يرسم قبل ومعد يروح يشري على حسب ادواق ولا لا؟ وعلاش هاد لا ديفيرونس؟ انا شوف باش نكون صريحه، انا ما نرسمش، انا قلت لك ارتيزان، سي با موا كي في لا كوب، عندي اون ايكيب. الوغ كو جو ريميرسي بالخصوص مدام زغلا زاهيه، هي اللي واقفه معايا بزاف في الخدمه، في لي موديل، في الخياطه، وعندنا اون ايكيب. يلا لا دوزيام تونو هادي توجور درت لها اون تران بيتاتر، ما كاش اللي يحب يلبس عرياني تو افيك ان بوتي كورسي، زدت له اون توك. لازم هادي قلت لك، هادي قلت لك ولا غنديها لك، عجبتني تكون عندنا اون سيريموني ولا نديها. ما كاش مشكل، مرحبا بك مدام جازيا. لازم نقول للمشاهدين باللي هذه اخر اصداراتك، اول مره يعني راهي جديده، اول مره في بلاطو الجزائريه بيتش، يعني هذا من الماشينه ديالك البرنامج الجزائري بيتش. يعطيك الصحه مدام اللي خيرتي برنامج الجزائريه بيتش باش تشاركي به متابعيك والناس بلا كوليكسيون جديده ديالك. علاش مدام ما خيرتيش لون واحد تشتغلي عليه في لا كوليكسيون؟ عاده المصممين الازياء يختاروا لون واحد هكذا باش يكون لو تام واحد. انت خيرتي لو تام نوار ولا لو تام بلون ولا لي كولور؟ الوان بزاف لي كولور شاد اي تو بو، على حسب لانفيتاسيون، على حسب لي دو ماي، على حسب فوت دو طون، حاجه وقت، باسكو حنا دوكا نورمالمون لي ستيليست راهم اوكيبي بزاف، سي لي ماغيي لازم حوايج العرايس هما اللي فوتو اون بريوريتي. كيما انا والله خطفت روحي باش جيت لعندكم باش نوري لكم برك هادو كالكو تونو مع نوفيل كوليكسيون. ماشي لا كوليكسيون كامل، باسكو ان شاء الله في سبتمبر راح نوجد ان غران ايفينمون. ماذا بينا تخبرينا عليه؟ ان شاء الله بالك يكون خارج الوطن، مازال ما نعطيكمش تفاصيل، راني اون بلان خدمه. دو توت فاسون حنايا وقناه الجزائريه وان راح تكون حاضره في ايفينمون بيان سور لتغطيه المجال. احلام قبل ما نولوا ليك وقبل ما نولوا لاكتواليتي ديالك، جازيا قولي لنا برك بالك الدور تاع، حنا سوفو ما نهضروا على دور المغني ولا دور الفنان في نشر ثقافه بلاده في البلدان الاخرى، بصح دور مصمم الازياء في نشر ثقافه وتقاليد الجزائر برا كيفاش يكون؟ انا شوف زعما نعطيك غير مثال تاعي، نهضر على روحي، انا نروح بزاف خارج الوطن ليترونجي، جو مو ديبلاس هكذا، يعجبوني بوتيتغ دي تيسيو نشريهم، يعجبوني قماشات، لا بروميير دي شوز كي نروح نوري لهم لي فوتو تاعي سيغ تيليفون، عباك ينخلعوا برك. حنا الله غالب ما عندناش مجال مفتوح بزاف، مي ما كاينش عباك، انا من تلمسان نعطيك زعما تلمسان، الشده تاع تلمسان سي كلاسي باتريمون دو لومانيتي في اليونسكو، سي لو سافوار فير، فيها الفتله، فيها المنسوج، فيها وكل شيء مخدوم باليدين. صح ثقيله يا اختي ثقيله. جسم وحبيت نسالكم كيفاش تلبسوها؟ لا لا والله غير لبستها انايا، لبستها كنت راح شده شان وهمه وماجيه من بلاد تلمسان. وميزان مدام جازيه وميزان سيتي ميزان ودروك ميزان وحب وديامون كلش. جوستومون انا بالك لبستها كنت صغيره، دونك جو مدوندي اسكو انا كي كنت صغيره جاتني ثقيله ولا هي هكذا. احنا في تلمسان على الشده، ونحيي كامل حبابي كامل في تلمسان، فيف تلمسان وفيف لالجيري، فيف عنابه و48 ولايه. يلا احلام لاكتواليتي ديالك، ولا خلينا نتعرفوا على احلام بعد مغامره الحان والشباب. بعد مغامره الحان والشباب كيما قال لك عطاك جديد، مش جديد كل بصحه، يلا خبرينا جديد. بون ان شاء الله كوفر هكا قلت اول مره جوستمون الاختيار شويه مازال مانيش ني متاكده من الاختيار تاعي باسكو كاينه زوج غنايا ثاني نخمم فيهم، نعاود نرجع لكم ان شاء الله ونجيب لكم الكوفر معايا ان شاء الله يا ربي. بصح احلام علاش خيرتي كوفر وما خيرتيش لحد ان سينجل خاص بك؟ وي سينجل خاص بي، على ما خيرتوش باسكو ما نكذبش عليك انا نميل ياسر للشرقي، وحابه نخدم حاجه باللهجه تاعنا، الحاجه الاولى تاعي حبيت نخدمها باللهجه تاعنا، وكما تعرف الحان وشباب يهيئك باش تبدا المشوار تاعك الفني، بصح تكون مازال ما ماكش سور من الستيل تاعك، شخصيه الفنان، لا شخصيه ستيل، اختيار تاع الستيل تاعك
باسكو ما جاتكش لونفي تروحي تعرسي كي تسمعي في الصغاري لا لا ما نعرفش نعرس ياسر اونكو راه عندك لاتوني هاني واجده دونك حنا نقولوا للناس بلي كل يوم عرس قدامنا مرحبا بكم هكذا اللي حاب يجي فين الخير الجزائريه بيت ارواحو احلام يقولوا بلي الفنانين اللي يعتمدوا بزاف على الكفر يعتمدوا على اسماء الفنانين وبالتالي ما عندهم شخصيه يقول لك بلي باش ينجحوا لازم يغنيوا اغنيه فنان مشهور ولا يعاودوا له اغنيه هكذا باش يشيعوا على مواقع التواصل الاجتماعي ويقول لك ثاني ماشي احلام اعتمدت على هذه الخطوه باش تولي تبان شويه ولا بالك تقدري تجاوبي على الانتقادات هذوما هكاك كون ديت كيما نقولوا الباب الواسع ورحت درت جيو معاك اش مغنيه معروفه ولا مغنيه معروفه لو كونترير كونترير انا بالنسبه ليا كيما الكوفر قادر يضيف للاغنيه الفنان يعني في حد ذاته كاين اغنيات ما بانوش في هذاك المغني الاصلي بانوا من الكوفر وعندنا الامثله غير هما كي واعره ياك تفضلي علم اتصال سينو تفضلي خطره خدمت مع احلام كانت هي مان كام بوغ ان شوتينغ ومن بعد كنا بوز نستناو تعرف الشوتينغ سا برون دو طون ومن بعد احلام رفدت الميكرو قعدت تغني قلت لها واش راكي ديري هنا صح عندها تري بيل فوا يعيشك ميرسي بوكو يعيشك تسلم احلام واش رايك تسمعينا في هذا الصوت الجميل اللي مصبح وحنا نحكوا عليه وديكوفريناه وحبينا نعاودوا نزيدوا نكتشفوه واش راكم حابين مره هذه يعطوني نتوما قلتي لنا شرقي 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 نغنيو ورده الجزائريه وعلاش لا الله اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك اكذب عليك لو قلت نسيتك همسه اكذب عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي بر وانا ارسى عليه امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي بر وانا ارسى عليه انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي حبيت نقفل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله احلام شوفوا مشاهدينا الكرام بما انه الجمال موجود لهنا والصوت موجود لهنا نهديو كليب لابوتي الجيريان لكل جميلات الجزائر اللي راهم يشوفوا فينا في هذا الاثناء يا بيج جزيا نعاودوا نديروا لو روتور ديالنا معاك وشنو هما الصعوبات اللي بالك يصيبهم مصمم الازياء في الجزائر على بالي بلي كاينين يعني فوزيت نومبرو بصح نشوفوا بلي بالك الماده الجزائريه ولا لي موديل الجزائريه ما راهمش يتيكسبورتاو خلينا نقولوا يتصدروا على ليترونجي وعلاش واش انا نديروا مانيش عارفه بالك يقعد توجور تورات تاع الجزائر بالك انا هكذا نخمم ونعرف بزاف الناس راحوا بزاف حبوا يعملوا يخدموا على ليترونجي مي ما فتحت لهمش الفرصه ولا ما تحت لهمش الفرصه باسكو العراس في بلادنا ياك الناس كامل يحبوا يجيوا لالجيري بور لي فيت بور لي مارياج يسناو توت لاني باش يجيوا للصيف للعراس انا يبان لي الخدمه عندنا هنا في بلادنا ونقعدوا في بلادنا من بلادنا عزيزه وشابه نتهلاو دابور في بلادنا صح. نخدموا من قلبنا مصميم القلب انا يبالي هكذا صحه وجزيره بالك سمحي لي قطعتك باش نروحوا ديريكتومون دروات او بيت كيما نقولوا شاك فوا الصعوبات اللي راكي تصيبيها انت في خدمتك انت محاميه انت ماشي انا محاميه يعني دو ميتي محاميه ولكن على بالنا بلك عندك صعوبات او كوتيديان بالك اليد العامله بالك وي بالخصوص نمشيو اليد نهضر لك على الماده الاوليه الماده الاوليه كاين هنا في الجزائر سور لا بلاس دالجي معليش جو سيت لي ماغازان لي نون باسكو نتعاملوا معاهم بزاف كاين ميرسوري انا نقضي على الميرسوري ميرسوري نور في شراقه متوفر عندهم كاع الماده الاوليه برك لي زيدي كي
واحد يكون عنده برك لي زيدي لي تيسيو كاين في دي دوش في شراقه لا اوت غام كاين من الغالي للمويان رخيص كاين كلش. ومين قلتي لي على اليد العامله مشكل كبير اليد العامله اونتر بارونتيز نطلب منهم يحافظوا على البلاصه هنا الرسائل توجه ماشي رساله الله يسهل على كل يلا تفضلي تفضلي وجهي رسالتك للجزائر انا ما نخافش انا راني تاع صنعه ما عندناش اليد العامله احنا في بلادنا هنا بزاف ما يخدموش سورتو هنا في الجي في تلمسان كاين هنا في الجي ما كاش تاع الصنعه ما كاش ولا يدوروا على لي زاتولي يمشيو سي با سيريو انا نقول لهم سي با سيريو هذا ما ديريكت مدام جازية حبيت نسقسيك على المصممين العالميين ولا خلينا نقولوا مصممين عرب ولا ماشي غير عرب حتى العالميين خاطر سرقوا الديزاين ولا التصميم الجزائري وعاودوا يبدعوا فيه ما يغيظكش الحال مدام خرج باسم الجزائر وخرج باسم مصممين اخرين كيما ما نهضرش اونتر بارونتيز الي ساب دار الكلاكو تاعنا ولي واش الكلاكو تاعنا حنا ولينا نسرقوا ليدي باش يجيبوا الناس لا فوتو تاع الي ساب صح سي نوتر كلاكو مدام صح هذا ما يعني تاع تلمسان ولا تاع وهران خدمها كيشغو ايطان كيغوب اكزاكتومون مدام هذا ما تشوفيش انت تقصير من طرف المصممين هما اللي ما قدروش ما حاولوش ربما باش يوصلوا دافعوا على والله لا يحاولوا شوف كاين بزاف المصممين اللي راحوا للعالميه نقول لهم بارك الله فيكم يعطيكم الصحه ان شاء الله بون كونتينياسيون لبلادنا بالك بشويه بشويه صح سي مالوغو مي ان شاء الله باذن الله بلادنا تولي في ان شاء الله يا ربي ان شاء الله في المستوى ان شاء الله البلاد تولي بون هي راهي في المستوى وتزيد تولي في المستوى اكثر عندنا بزاف عندنا المد الأولية عندنا وكما قلت لكم العراس راهم هنا في بلادنا أنا اللي يحب يخدم يخدم هنا في الجيري بالك واللي يحب يتزوج يتزوج هنا في الجيري ويتزوج هنا في الجيري نهار الخميس نهار الخميس هاي مدام يحيوي دونك نهار الخميس الجاية إن شاء الله أي جهة عندك أحلام نعاودوا أحلام نعاودوا نقولوا لك طموحاتك وينك يا رايحة قلت لنا إعلام واتصال مانكينا خلق هذه عندها جنة واهبة نحب علاه علم اتصال الشعبة تاعي تخصص تاعي في الدراسة لانيماسيون فوالا سي بور سا هضرت على علم الاتصال و مانكان كانت مهنة كبداية اون بليس دو سا لا تاي تاعي ساعدتني علاش لا طول و شو كيديري باش تطول لا تاي لا فامي هكا سي ترو دوموندي لا تاي وي والغنى ما كدبش عليك موهبه ونحبو جوغ الحاجه هذيك اللي ما نقدرش نيمونجيني حياتي بلا بها كيما واحد ياكل يشرب نغني وشنو هما طموحاتك طموحاتي نبداو بالدرجه الدرجه وراكي حابه توصلي احلام من 20 سنه ونشوف انا بالنسبه لي ما نكذبش عليكم يعني مع كامل احتراماتي كاين لي كاين كل واحد والامكانيات نتاعو كاين كل واحد الظروف نتاعو بصح انا من فكره اللي ما حققش ذاته في بلادو مش راح يحققها كيما حب في الخارج مدام جزا طموحاتك انا الطموحات تاعي ان شاء الله سافونس بوغ نو سافونس لارت تراديسيونيل هنا تروح بعيد ان شاء الله نقعد الحمد لله لا وجو سوي تانيك الحمد لله عندي صنعه عندي صنعه في اليد يقول لك هي روح مال جدي وتبقى صنعه عجبني الاكسون ديالك عجبتني هذه تروح صنعه روح مال جدي وتقعد صنعه اليدين ان شاء الله نزيدو نطوروا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله جو ريميرسي الناس اللي يحبوني بوكو بليس مون ماري ما بيتيت فامي ما مير ايوهم مدام زاهيه الجنود الخفاء توجور لازم نوجه لهم تحيه كبيره باسكو يتعبوا معنا ويشقاو معنا وان شاء الله بون كونتينياسيون احنا كذلك نوجهوا تحيه الكامل جنود الخفاء اللي راه معنا هامليك هاوليك هاوليك هامليك ليك وحتى كامل الناس اللي يحبونا لازم نوجهوا لهم تحيه تري بيان اونتوري ميرسي بور لانفيتاسيون يعطيكم الصحه اللي كنتوا معنا ميرسي بوكو الجزائريه وان دائما تعرضونا وحنا توجور نبيو الدعوه هاك سرقت راسي من لاتولي وراني يعطيك الصحه مدام جزيه يعطيك الصحه احلام واش نقول لكم ميرسي ميرسي الجزائريه مرسي الكل من وقف معايا ما تنساوش تصوتوا لي على الفيسبوك رقم تاعي 8 صوتوا لي في الصوره تاعي لا باج ميس جولد الجزائريه فوالا سور فيسبوك ومرسي الكامل دارنا و واللي حبوني كل دار جيراننا كملي لا 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 حبوني كل كتاب لي رميرسيمون ميرسي ا فو اون فوا انكور ميرسي جنود الخفاء ميرسي يوسف شكرا ميرسي انتم اللي راكم تتبعوا فينا احبابنا كل يوم اللي راكم اوفياء للبرنامج نقول لكم البرنامج متواصل الى غايه 15 سبتمبر دونك ما تخافوش ما نجم بعدين عليكم
ونتمنوا انكم انتوما ما تبعدوش علينا. موعدنا غدوه نفس القناه نفس التوقيت نفس المنشطين ضيوف بنا في القمه. سلام.